طيب كمل الوزير، منحت المتطرفين فرصة يشتغلوا وهم عايزين يخربوا، اشحن الناس واضحك على الناس وكأن كل ده بسبب الإخوان. غريبة، ورينا بيقول ايه الراجل. دي كيانات إرهابية، عندي محكمة الإدارية العليا مدية أحكام بالشكل ده. بدأنا بقى نستفيد بهذه الأحكام. أيوة. وبدأنا بقى نستفيد من اللي حصل لنا. أنا سبتك وقلت تشتغل ولا ضرر ولا ضرار، لو أنت ما جتش ناحيتي وأنت اشتغلت زي زمايلك هسيبك. لحد ما ربنا يعني يخرج بيدك وتتعافى من منهم. سواقين قطارات ما زالوا ولا بعتهم؟ لا، السواقين شلتهم. طيب حضرتك شلت السواقين، هم ما ماتوش يعني من الحوادث اللي عملوها ولا حاجه؟ طب امال ايه يا فندم؟ خير؟ هو لما حد يجرم مش المفروض نعاقبه قدام القضاء، نحاكمه، حولوهم للقضاء مثلا؟ لا، مش على الكيف وعلى الهوى واي كلام. يا عبد السلام، كمل الوزير يطالب النواب باستبعاد المتطرفين من وزاره النقل. حصل وعملوا لك قانون. كامل الوزير للعمال، ما تخلوش حد يلعب في دماغكم. وقال احمد موسى، وكان قصده كده. كامل الوزير بيقول لكم ما تخلوش حد يلعب في دماغكم، ولا احمد موسى ولا غيره. اهو كامل الوزير بيقول ده مش كلام يا جماعه. وزير النقل، سائق القطار اخواني وهاجم الاختيار على الفيسبوك. عفوا، اذا كان مستوى النظام وصل ان هو لو واحد هاجم الاختيار فده معنى كده ان هو مش وطني، احنا كده قدام مرحله ايه؟ مرحله عدم اتزان؟ لا، مرحله فقد اهليه. مش عاجبني المسلسل، انا حر يعني، انا موظف ومش عاجبني المسلسل، موظف ووطني وبحب البلد كل حاجه وبنتقد ومش عاجبني، مش عاجبني النظام ومش عاجبني المسؤولين، ايه اترفد؟ لا، دي كده مش دوله، دي كده حاجه تانية يا فندم. اذا ما تعرفوش يعني ايه دوله ويعني ايه حق المواطن في التعبير في الرفض والانتقاد، يبقى عندكم انتم مشكله مش عند المواطن. كامل الوزير، في ارهابيين مسؤولين عن الحوادث زي قطار طوخ. نشوف بقى ونسمع منه. طب واحد فيهم دماغه زقزقت كامل في غيه، مش هنسيبه، مش هنقطع ايد واحد زي اللي قلنا اللي هيسرق هنقطع ايده، لا ده هنقطع رقبته، مش هنسيبه. اللي هيعمل حاجه هيغلط وهيعمل حاجه من شأنها ان تدمر حاجه في السكه الحديد او يموت واحد من اهالينا او من شعبنا، مش هنسيبه. بالقانون هيتحاسب، بالقانون وهيعذب بالقانون زي ما وقعنا الناس. حلو جدا بموضوع بالقانون ده، زي مثلا الراجل اسمه ايه، حسن راتب، قبضوا عليه. قال لك عشان سياده النائب عصام اللي احنا كنا جايبينه من كام يوم ده، عادل يوسف، وهم بيحققوا معاه قال لهم اسمه علي حسنين، معلش مش عارف جبت الاسم، علي حسنين اللي كان لابس العالم ده، علي حسنين ده يا سيدي، وهم بيحققوا معاه قال لهم ده انا كنت بعمل البحث عن الاثار دي، والاثار اللي مسكتوها معايا ال 201 اثر دول بتوع حسن راتب. فراحوا يقبضوا على حسن راتب، قال لك عشان الراجل بيتاجر في الاثار، مع ان حسن راتب ما فيش حاجه، ما فيش ادله ولا حاجه، وممكن يبقى بلاغ كيدي او اعتراف كيدي، بس الثابت ان حسن راتب قال انا مش هفرط في جامعه سينا، فرع جامعه سينا بتاعته، قال لك انا مش هفرط في جامعه سينا. فالظاهر حد منهم منهم دول طال عمره ولا سيادته عايز جامعه سين، فيعمل ايه في حسن راتب؟ حسن راتب في يوم من الايام، في يوم وليله عفوا، بيطلع على طول يبقى ايه؟ يبقى بيتاجر في الاثار اهو. حسن راتب ينفي بيع جامعه سينا، شرف لنا ولا يمكن التفريط فيها. زي مين؟ زي اللي حصل في جهينه كده، طال عمره عايز جهينه، نعمل ايه؟ نسجن الراجل وابنه ونبوظ الشركه ونديها له تراب الفلوس. هو الدنيا هي كده، هو ده السيستم حضرتك. طيب كامل الوزير، الاخوان عينوا 3000 موظف عام 2013. كفايه اتفرجنا على كامل كتير النهارده. هو المهم ان يقول لك ان ايه، ان كل اللي بيحصل في البلد ده اخوان.